مشاهد الخراب هذه تعود لمقهى تعرض للقصف الإسرائيلي في حرب تموز عام 2006 ولا يزال على خرابه حتى يومنا هذا. هذا بحرب تموز مولانا الطيران الإسرائيلي قصف وانتزع الوضع كله بالمنطقة عندنا، ومثل ما عرفنا يعني احنا مبلغ كبير حزب الله ساعدنا بمبلغ معين وناطرين الدولة لحتى نعمل شوف شو بدنا نسوي فيها. ايه مسكرة هي مثل ما شايف حضرتك. كذلك حال هذا المعمل لتصنيع الحجارة إذ لم يتم ترميمه ولا تشغيله منذ 8 سنوات. العدوان الإسرائيلي أكيد صار في غارة إسرائيلية عليه تهدم كله وتهدم كله بهالشكل، وكان أكثر من هيك حاولنا نجرف شوي وللأسف بعد لحديت هلأ من 2006 لل 2014 وبعدنا لهلأ ما حدا عوض، ما حدا سأل. مسكر المعمل ما قادرين. مسكر شو بدك تفتح؟ هذه عينة من المؤسسات التي لا تزال مقفلة بسبب عدم التعويض على أصحابها، لكن غيرها الكثير من المؤسسات التجارية التي رممها أصحابها بعد الحرب ولا يزالون ينتظرون التعويضات المتوجبة على دولتهم. صار حرب تموز 8 سنين خالصة ما شفنا ولا فرنك، كل سنة بيرضوا خرجات إيد وبيرضوا مستندات، ما نعوض عليكم ما شفنا منو 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 منو. هلا طلبنا اول سنه وثاني سنه وثالث سنه وبعدين يعني زهقنا. اي تعويضات؟ تعويضات الحرب ما صار شيء بالتعويضات. ذكرتني عارف انه من تموز 2006 لهلا ما حدا عوض اساسا، مش معروفين المصاري وين راحوا. يعني ما قبضنا شيء والله، بس على الوعد على الحكي، بس مصاري ما فيه. بتميز بالمناطق اخذت مناطق ما اخذتش، بس احنا من 2006 ما حدا طلع عيني ولا حدا قال لنا شيء وبعدنا صابرين. جمعية التجار النبطية خرجت عن صمتها فيما خص هذا الملف وتطالب المعنيين بالتحرك لإعطاء الناس حقوقهم التي ماتت لحوالي 8 سنوات. أكثر من 38 ضيعة وبلدي ومدينة بمنطقة النبطية لم يعوض عليها، علما أنه مجلس الوزراء سنة 2007 أقر هذه التعويضات للمرحلة الثانية. صارت القصة شحادة بشحادة، أصحاب الرزق، أصحاب المؤسسات، أصحاب المحال التجارية، أصحاب معامل ومصانع تضررت. تم التعويض وتم الكشف، تم التعويض إنه المصاري إجت ولكن لم تدفع للناس، لم تدفع لأصحاب الحق. نحن للأسف المراجعات المتكررة مع أصحاب الشأن من بلش من مجلس الجنوب إلى السادة النواب إلى الهيئة العليا للإغاثة إلى اجتماعنا برؤساء الوزراء التي مرت، بنحمل المسؤولية لثلاث وزارات متعاقبة منذ حرب تموز حتى الآن. 3 وزارات مرت ولم تنصف الجنوبيين. يؤكد بدر الدين أن القضية الآن بعهدة الحكومة الحالية، ويطلب من مجلس الجنوب الذي كشف مرارا وتكرارا على الأضرار التحرك لتسريع الدفع للمواطنين.